Hello everyone, today we have a new lesson. اليوم موعدنا مع وصف المنزل. وكلمة منزل باللغة الإنجليزية معناها house. عندنا كلمة تانية اسمها البيت وهي كلمة home. لكن اليوم احنا بنتكلم عن المنزل كمبنى. نقرأ كده مع بعض. My family lives in a house. Our house has two bedrooms. We cook and eat in the kitchen. We watch TV in the living room. My favorite room is my bedroom. I like to read books and do my homework in my bedroom. Our house is nice. نشوف كده مع بعض. الكلمات اللي جت في القطعة family family بمعنى عائلة أو أسرة house منزل bedrooms غرف النوم kitchen kitchen المطبخ living room living room غرفة المعيشة homework homework الواجب المنزلي. طيب عندنا بعض الأفعال lives بمعنى يسكن أو يعيش has بمعنى لديه أو عنده cook cook بمعنى يطهو أو يطبخ eat eat بمعنى يأكل watch watch بمعنى يشاهد like بمعنى يحب أو يود read بمعنى يقرأ read do do بمعنى يفعل أو يؤدي is verb to be بمعنى يكون وهناخد له درس لوحده نقرأها مرة كمان My family lives in a house Our house has two bedrooms We cook and eat in the kitchen We watch TV in the living room My favorite room is my bedroom I like to read books and do my homework in my bedroom Our house is nice بكده نكون خلصنا درس اليوم. اللي عنده أي سؤال أو تعليق يكتبه في التعليقات. يا ريت اللي لسه ما اشتركش بالحد دلوقتي بالقناة يشترك ويفعل جرس التنبيه عشان يتابع الجديد بأول بأول ويشير الفيديو وبالتوفيق للجميع إن شاء الله وإلى اللقاء في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله.